كنت صمت فقد تعرضت للمغفرة، فإن الله تعالى يغفر لك الذنوب التي بينك وبينه، ولكن التي بينك وبين العباد ما تغلطش بين العباد هذه أخرى. إذا كان لك ذنب أسأت فيه إلى إنسان، أو ألحقت ضررا بإنسان، أو أكلت حق إنسان، أو اغتصبت مال إنسان، أو احتقرت إنسانا، أو استطعت أن تأخذ له حقه لأنك قادر على الأخذ، فهذا شيء آخر. هذا إما أن تتحلل منه الآن، قلك الله يسمح مثلا كذا، أو تؤدي له. هذا هو الشريعة ديالنا، ما فيش، لأن دائما احنا نفهم الشريعة ولك واحد جزء مقلوب نفهمه. غفر ذنبه، لا، ذنبك الذي بينك وبين ربك وهو يغفر لك. أما هذا العبد إذا كان مازال يسولك، وهذا أحسن ما كاين في المسلمين. احنا الآن بعض المرات نشوفوا ناس في اتصالات، الله يخليك، أنا واحد المرة راني كنت غلط، وكنت كليت لواحد السيد وديت له حقه وكذا، شحال مرة نسمعه كي ندير. هذه ما كاينة إلا عند المسلمين. المسلمون يسألون لأنهم يخافون الله، ولأنهم يعرفون أنهم لا زالوا محاسبين، ويوم القيامة أول ما يقضى فيه الدماء والحقوق، حقوق الناس عادة تشوفوا اللي أخر الصلاة واللي أخر شيء، حقوق الناس هذه لا يمكن إهدارها. كل قاع العباد، كل قاع عباد الله، وقرأ مية سبحان الله وراك تدخل الجنة، هذا الخطأ. وما كاينش نص في هذا، غير فهم ديال الناس سولته لهم أنفسهم وشهواتهم.